السلام عليكم متابعي دراما سبورت، بشكر التفاعل الدائم بالقناة، رح آخذ التعليقات اللي أخذت أكبر عدد من الإعجابات. في بعض الأسئلة تكررت كتير، لهيك ما رح جاوب عليها مرة تانية. الأخ سكيتشات كرة قدم عم يسأل، كيف ممكن طور موهبتي؟ عمري 15 سنة وطولي 160. هلا مبدئيا الطول مو لهالدرجة مهم، أنت شايف ميسي قصير بس مفعوله كتير كبير. تطوير الموهبة بتحتاج لخمس شغلات رئيسية: الانتساب بشي نادي أو بشي أكاديمية تكون قريبة من مدينتك أو من بيتك، يكون عندك نظام غذائي مدروس، وكمان التمرين باليوم مرتين على الأقل. إذا النادي تبعك فيه تمرين واحد فلازم أنت تتمرن لحالك كمان مرة. يكون عندك هدف واضح ومفهوم من كرة القدم وشو بدك بكرة القدم. والأهم من كل شيء، لازم تكون عندك الموهبة وتكون مميز عن أصدقائك. إذا ما انتسبت لشي نادي أو لشي أكاديمية فأنسى شيء اسمه كرة قدم، لأنه بصراحة من الصعوبة أنك تلعب أو حدا يهتم بموهبتك إذا ما كنت بشي نادي. شوف تجربة محمد صلاح، كان بيسافر 4 ساعات بالباص ليوصل لمكان التدريب، لأنه كان هدف محمد صلاح واضح وكان مؤمن بموهبته. الأخ موسى عراق عم يسأل، ليش ما تساوي مقارنة بين الدوريات؟ تكرم عينك أخي، إن شاء الله رح نساوي مقارنة بين الدوريات، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. الأخ محمد الجبوري عم يسأل، إيمت رح يصير عنا قناة سوريا الرياضية؟ في أخبار مؤكدة أنه ممكن تصير قناة سوريا الرياضية بعام 2019، يعني خلال السنة الجاية إن شاء الله رح يشتغلوا على موضوع قناة سوريا الرياضية. الأخ إبراهيم هيرو عم يسأل، ليش ما تروح على اتحاد كرة القدم؟ بصراحة أخي، أنا عم قدم أفكاري عن طريق قناة دراما سبورت. بالنهاية أنا طبيب أسنان وشغلتي الأساسية هي الطب. الإخوة باتحاد كرة القدم عم يتابعوا القناة وعم يشوفوا كل شي عم يصير، كله مسجل على الدفتر. الأخ بافي دوشكا عم يسأل، لو خيروك تكون مدير لنادي كبير شو بتختار؟ صديقي، رح أختار نادي روما. جمهور نادي روما مانو جمهور متطلب، يعني بيهمه الأداء أكتر من النتيجة. كمان ممكن أختار نادي ليفركوزن الألماني، عجبني النادي والطريقة الاحترافية اللي عم يشتغلوا فيها. الأخ حمودي أونلاين عم يسأل، ليش تركت سوريا؟ بسبب الحرب أو لإكمال الدراسة؟ أخي، أنا تركت سوريا من أكثر من 15 سنة بسبب الدراسة طبعا. أصدقائي، أنا جاوبت على التعليقات اللي أخذت أكبر عدد من الإعجابات. بخصوص موضوع فك الحظر عن الملاعب السورية، أنا حكيت بفيديو سابق عن هذا الموضوع بالذات، وكمان إن شاء الله رح نخصص بعض الفيديوهات الخاصة لهالموضوع. كمان في بعض الأخوة سألوا أسئلة كتير مهمة وكمان بتحتاج لفيديو طويل وشرح مبسط. إن شاء الله خلال الأيام الجاية رح حاول جاوب على كل الأسئلة. كمان في أصدقاء طلبوا مني أني أذكر أسماءهم بالفيديو. ترى يا شباب، أنا شخص عادي مثلي مثلكم، ماني هالشخصية العظيمة لتعطوني أكبر من حجمي، أنا مجرد شخص صديق وأخ لكم. أنا اللي لازم أشكر كل أصدقائي بالقناة على الاحترام والأخلاق اللي عندكم. بصراحة كم التعليقات الإيجابية اللي بالقناة هي اللي تخليني أستمر لهلا. عم حاول رد على كل التعليقات لأني حابب نكون أصدقاء، ما بدي يكون في حاجز بيني وبينكم. بالنهاية كم معلومة صغيرة عني مشان الشباب الجدد اللي بالقناة. أنا دكتور أسنان مقيم بأوكرانيا، متزوج وعندي ولد، بشجع نادي روما أوروبيا ونادي المجد محليا، لاعبي المفضل إيدين هازارد، لاعبي المفضل سابقا زيدان وتوتي، وأنا من عشاق إنيستا مودريتش وديروسي. بتمنى تكون المعلومات اللي حكيتها مفيدة، وبتمنى يعجبكم الفيديو. كونوا بصحة وخير وسلامة.